المفهوم الخامس في هيكل امتحان الفيزياء لصف 12 متقدم بيقول apply the relationship between the electric field، طبعا الالكتريك فيلد هنتكلم عليه، and the electric force قوة الكهربية and the charge. يعني هو بيقصد القانون ده بتاع F E بتساوي E ضرب Q، F E equal E multiply Q. طالما اتكلمنا عن الالكتريك فيلد بالمرة، الـ E بتساوي K في Q على R تربيع. بالمناسبة Q في هذا القانون هو الشحنة اللي بتعمل مجال كهربي حوالين منها. المجال الكهربي بيخرج من الشحنة الموجب في جميع الاتجاهات وبيدخل إلى الشحنة السالب من جميع الاتجاهات. إنما F بتساوي E في Q، هذه الـ Q اسمها شحنة اختبار، هي الشحنة التي تتأثر بقوة عند وضعها في مجال كهربي. يعني أنا لو عندي مجال كهربي منتظم زي كده اسمه E وحطيت فيه شحنة اختبار، سوف تتأثر بقوة في نفس اتجاه المجال. يبقى في فرق بين Q في هذا القانون و Q في القانون الثاني، وطبعا تخلي بالك منهم كويس جدا. نشوف بقى الكلام المنسق. المجال الكهربي هو عبارة عن الحيز أو المنطقة اللي بتحيط بالشحنة الكهربية. في هذا الحيز، في هذه المنطقة، أي شحنة تتحط تبدأ تتأثر بقوة. يعني أنا لو حطيت شحنة موجب في هذا المكان سوف تتأثر بقوة بسبب هذا المجال، لو حطيت شحنة سالب سوف تتأثر بقوة في هذا الاتجاه بسبب هذا المجال. يبقى المجال هو الحيز أو المنطقة المحيطة بشحنة كهربية، ويتم التأثير على أي شحنة تقع في هذه المنطقة بقوة كهربائية. مقدار المجال عند نقطة، مقدار المجال عند نقطة بيساوي محصلة القوة مؤثرة على محصلة القوة الكهربية المؤثرة على شحنة مقسومة على مقدار هذه الشحنة. يعني الـ E بتساوي F على Q اللي بتتأثر بالقوة F. ده ملخص الكلمتين دول، مقدار المجال محصلة القوة الكهربية المؤثرة على شحنة مقسومة على مقدار هذا الشحن. المجال الكهربي برضو ده تعريفات، كل دي تعريفات للمجال الكهربي، هو القوة F التي يؤثر بها المجال على شحنة مقدارها واحد كلهم موجودة في هذا المجال. وكتبنا القانون أكثر من مرة وانت عارف يعني ايه F. F يعني قوة وتقاس بنيوتن، يعني ايه مجال ويقاس بنيوتن لكل كولوم، يعني ايه Q، Q يعني شحنة وتقاس بكولوم. وعرفت الشحنة، في شحنة بتعمل مجال وفي شحنة بتتأثر بالمجال. النقطة اللي بعديها، يزداد مقدار القوة المؤثرة على شحنة بزيادة المجال أو بزيادة مقدار الشحنة. يعني F تتناسب طرديا مع E، لو المجال زاد القوة تزيد، لو المجال قل القوة تقل، أو بزيادة مقدار الشحنة الموجودة في هذا المجال. يعني F بتتناسب طرديا مع قيمة Q، لو Q زادت بتزيد قيمة القوة المؤثرة عليها، وهكذا، دي علاقة طردية. بينما لا يتأثر المجال، مهم الحتة دي، لا يتأثر المجال بزيادة القوة ولا يتأثر بمقدار الشحنة الموضوعة فيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا عندي مجال كهربي، هذا المجال قيمته او مقداره 1000 نيوتن لكل كولوم، حطيت فيه شحنة 1 مايكرو كولوم، او حطيت فيه شحنة سالب 20 مايكرو كولوم، سيبقى ويظل المجال كما هو، لن يتغير الشحنة اللي موجودة فيه. أمال مين اللي هيتغير؟ مقدار القوة المؤثر على هذه الشحنة هيكون غير مقدار هذه القوة المؤثرة على هذه الايه الشحنة. وبالمناسبة القوة المؤثرة على شحنة موجبة يكون في نفس اتجاه المجال، والقوة المؤثرة على شحنة سالبة تكون عكس اتجاه المجال، وده هنقوله في سياق الكلام. يبقى المجال بيتوقف على ايه بقى؟ المجال الكهربي ده يتوقف على إيه؟ إحنا عندنا مجالين، مجال كهربي غير منتظم وعندي مجال كهربي منتظم.
المجال الكهربي غير المنتظم زي مجال الشحنة النقطية، مثل المجال بتاع الشحنة الإيه؟ النقطية، ده مجال غير منتظم. مقدار الشحنة الكهربية التي تصنع المجال، هذا اللي بيتوقف عليه المجال، والمسافة من الشحنة التي تصنع المجال، والنقطة المراد إيجاد المجال عندها. ودي علاقة تربيع عكسية. يعني الكلام ده تعالى نشوفه مع بعض بالتفصيل. كنا بنتكلم على العوامل التي يتوقف عليها مقدار المجال غير المنتظم، المجال الكهربي غير المنتظم، وقلنا ده بتاع الشحنات النقطية. أول حاجة مقدار الشحنة الكهربية التي تصنع المجال، ودي علاقة طردية. يعني إيه؟ بتتناسب طرديا مع مطلق كيو، ده مقدار المجال. يعني لو زاد مقدار الشحنة اللي بتعمل المجال، مش الشحنة اللي بتتأثر بالمجال، يزداد المجال. وكذلك العلاقة بين المسافة من الشحنة والنقطة المراد إيجاد المجال عندها، دي علاقة تربيع عكسي. يعني إيه؟ بتتناسب عكسيا مع مربع المسافة، وجبنا الكلام ده في القانون اللي كتبناه في الأول، KQ على R تربيع. خلي بالك إن المجال كمية متجهة، يعني له مقدار وله اتجاه، وبنحدد اتجاهه باستخدام شحنة اختبار موجب. بالنسبة للمجال المنتظم، المجال المنتظم ده مثلا بيجي من الألواح المشحونة، لوح مشحون أو لوحين مشحونين أو whatever. هنا بيقول لي مقدار المجال الكهربي المنتظم بين الألواح المشحونة، يعني لو عندي لوح هنا كده موجب، ده لوح موجب مشحون موصل موجب، وهنا ده لوح سالب زي اللي موجودين في المكثف، وبينهم مسافة اسمها دي، هيبقى عندي مجال يطلع من اللوح الموجب يروح للوح السالب. هذا المجال يتوقف على فرق الجهد بين اللوحين، ودي علاقة طردية، والمسافة بين اللوحين دي علاقة عكسية من القانون E بتساوي دلتا في على دي. لو زاد فرق الجهد يزداد المجال، لو زادت المسافة يقل المجال، والعكس صحيح. طيب هل المجال المنتظم بيجي بس في المكثف؟ قال لك لا، ده موجود في أشكال مختلفة ومتعددة. زي إيه؟ زي توزيع الشحنة السطحية لكل من الألواح الموصلة والألواح غير الموصلة. لو عندي لوح موصل ولو عندي لوح غير موصل، لوح موصل بتبقى الشحنات موجودة على الحواف بتاعة اللوح، وبيبقى داخل اللوح المجال بيساوي صفر. المجال في أي حتة، إيه بتساوي سيجما على إبسلون نود، يعني بيتوقف على توزيع الشحنة السطحية اللي اسمها سيجما. ولو لوح غير موصل بيترسم الشحنات بتاعته عبارة عن حاجة واحدة كده في النص. ولو حبيت أجيب المجال في أي مكان جنب اللوح، بيكون المجال بيساوي سيجما على 2 إبسلون نود، وده يعتبر برضه مجال منتظم، وهو في الحالة دي لا يتوقف على المسافة بين من النقطة إلى اللوح، لا يتوقف إيه على المسافة من اللوح أو إلى اللوح. وقال لي هناك عوامل أخرى مرتبطة بالتوزيعات العامة للشحنة زي الكورة والأسطوانة وأشكال كتيرة جدا هندرسها مع بعض إن شاء الله رب العالمين. ملحوظة: يتم تحديد اتجاه المجال باستخدام شحنة اختبار موجبة وصغيرة. ليه موجبة؟ عشان تتحرك في نفس اتجاه المجال الكهربي. ليه صغيرة؟ قيمتها صغيرة وحجمها صغير وكتلتها صغيرة، عشان ما تأثرش في المجال الأصلي وتتحرك بسهولة. يبقى يتم تحديد اتجاه المجال الكهربي باستخدام شحنة اختبار موجبة وصغيرة حتى لا يؤثر مجالها في المجال الأصلي. بتكون القوى المؤثرة على شحنة موجبة موضوعة في مجال في نفس اتجاه المجال الكهربي، إنما القوة المؤثرة على شحنة سالبة موجودة في مجال في عكس اتجاه المجال الكهربي. والراجل رسم لنا رسمة معبرة جدا عن هذا الكلام، قال لي ديت صورة لمجال ماشي في هذا الاتجاه، ودي نقطة في المجال. لو حطيت في هذه النقطة شحنة موجب، إيه اللي يحصل لو حطيت لها شحنة موجب هنا؟ هذه الشحنة الموجب سوف تتأثر بقوة. القوة فين؟ في نفس اتجاه المجال زي ما احنا اتفقنا. يبقى لو عندي شحنة موجب هتتأثر بقوة، فين القوة اللي هتؤثر عليها؟ في نفس اتجاه المجال. طب لو حطيت في المكان ده شحنة سالب سوف تتأثر بقوة في اتجاه معاكس لاتجاه المجال. طب لو غيرت قيمة الشحنة دي خليتها دبل،
هل المجال ده يزداد ولا يقل؟ لن يتأثر. لو خليت الشحنة دي 3 أضعاف المجال ده مش هيتأثر. أمال مين اللي هيتأثر؟ القوة. بص معايا، هنا حطينا شحنة اسمها موجب كيو، وحطيت هنا شحنة قيمتها موجب 2 كيو، عملت إيه؟ زودت الشحنة. المجال طوله نفس الطول الأولاني، لن يتأثر، إنما القوة كانت الأول لهذا الطول تأثرت. يبقى زي ما قلنا، لما ضعفت مقدار الشحنة الموجودة في مجال، إيه اللي تم مضاعفته؟ إيه اللي زاد؟ زاد مقدار القوة المؤثرة، زاد مقدار القوة المؤثرة على هذه الشحنة، وبقي المجال كما هو. يبقى الشكل اللي موجود عندك في الكتاب صفحة معرفش كام، اللي هو رقم 2-3، بيقول لي القوة الناتجة عند وضع شحنة في مجال كهربي. الشكل الأولاني دوت عبارة عن نقطة على خط مجال. شكل 2، شحنة موجبة موضوعة عند النقطة B تأثرت بقوة في نفس اتجاه المجال. الشحنة السالب موجودة عند النقطة B تأثرت بقوة عكس اتجاه المجال. في الشكل الأخير، شحنة موجبة 2 كيو موضوعة عند النقطة B، تضاعفت القوة، القوة اللي اسمها F، ولم يتغير المجال اللي هو اسمه إيه؟ لأن المجال ملوش دعوة بالشحنة اللي تتحط فيه، هو ليه دعوة بالشحنة اللي عملت المجال. تعال نشوف مع بعض السؤال اللي موجود قدامنا دوت. بيقول لي إذا كان مقدار المجال الكهربائي لشحنة نقطية عند النقطة B يساوي 900 نيوتن على كولوم، يبقى المجال هنا في الحتة دي كده كان بيساوي مقداره 900 نيوتن لكل كولوم، وطبعا يتجه نحو الشحنة السالبة. كم يكون مقدار المجال لنفس الشحنة عند النقطة A؟ إيه هنا بتساوي كم نيوتن على كولوم؟ طبعا عارفين إن إيه بتساوي كي كيو على R تربيع، يعني الـ إيه تتناسب عكسيا مع مربع المسافة. عكسيا مع مربع المسافة، يعني أقدر أقول إن الـ E عند نقطة A قسمة الـ E عند نقطة B هتساوي عكسي. طالما هنا كتبت E B يبقى R B وهنا R A، بص عكس بعضهم عكس بعض. ومنساش التربيع لأن دي علاقة تربيع عكسي. المجال عندي إيه؟ أنا مش عارفه. المجال عندي B 900 يساوي R B 0.25 و R A 0.15، وارجع تاني واقول لك ما تنساش التربيع. ممكن اضرب 900 في الطرفين، يتفضل لي مين لوحده؟ E A. يعني انا لو ضربت هنا في 900 وهنا كده في 900، يبقى انا اوجدت قيمة المجال عند نقطة A. نمسك الآلة الحاسبة بتاعتنا ونعمل قوس تربيع، نكتب جواه 0.25 0.15، كل دوت ضرب 900 هيساوي 2500. يبقى المجال قيمته بتساوي 2500 عند النقطة A. السؤال الأخير بيقول لي في الشكل الموضح، أي الآتي صحيح بالنسبة للمجال الكهربائي عند النقطة دي؟ خلي بالك أنا عندي شحنتين، لو سميت دي كيو 1 ودي كيو 2 هيبقى هنا عندي مجالين E1 وE2. طب نعرف إزاي أحط شحنة اختبار موجب؟ وأسأل نفسي سؤال، الشحنة واحد تعمل إيه في الشحنة الموجب؟ هتقول لي هتجذبها. يبقى ده اتجاه القوة وفي نفس الوقت اتجاه المجال بتاع واحد. طب والشحنة 2 تعمل إيه في الشحنة الموجب؟ هتقول لي هتعمل عملية تنافر. يبقى ده اتجاه المجال بتاع الشحنة 2. طب ده الشحنة 2 أقرب من النقطة، يعني المجال بتاعها هيبقى أكبر من مجال 1. يبقى في الحالة دي E2 أكبر من E1. ليه؟ علشان الـ R1 أكبر من الـ R2، وإحنا عارفين إن المجال يتناسب عكسيا مع مربع المسافة. يبقى المسافة لما تقل المجال يزيد. طب المجال ده أكبر، يغلب دوت ولا ما يغلبوش؟ يغلبه طبعا.
يبقى المحصلة بتاعتي جهة اليمين، لأن المجال المتجه يمينا أكبر من المجال المتجه يسارا، يبقى المحصلة بتاعت المجال في اتجاه إلى اليمين. استنونا في الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.